هل على الحامل والمرضع قضاء أم عليها كفارة فقط؟ إذ أنني سمعت من بعض الناس وذكر دليلا عن ابن عباس يقول إن عليها الإطعام فقط وذكر أنها من الذين يطيقونه. وجهنا جزاكم الله خيرا. الصحيح والراجح أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فعليهما القضاء فقط، عليهما القضاء فقط. أما إذا أفطرتا خوفا على الحامل أو الرضيع لما شاف اللبن عنه فإن عليها أمران: القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا. القضاء لا بد منه بقول جمهور أهل العلم، القضاء لا بد منه. أما الإطعام فإن كان الإفطار من أجل ضررها هي ليس عليها إطعام، وإن كان من أجل ضرر الطفل فعليها مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكينا. أما قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فهذا في حق الكبير الهرم الذي لا يستطيع القضاء، أو المريض المرض المزمن الذي لا يستطيع القضاء، فهذا يقدم الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم وليس عليه صيام، لا قضاء ولا أدب. أما الحامل والمرضع فبإمكانها أن تقضي إذا جال عذرها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.